فاجأ الفنان حكيم جمهوره بنشر صورة له وهو يتقمص شخصية الفنان المصري أحمد عدوية بخطوة تضامنية مع عدوية بعد مطالبة الموسيقار حلمي بركات له باعتزال الفن. وتفاعل مع الصورة الكثير من جمهور حكيم وجميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أشعل حكيم من قبل برنامج شكلك مش غريب في أولى حلقاته على فضائيات ام بي سي مصر بتقليده للمطرب الكبير أحمد عدوية. وقال حكيم: أتمنى أن أكون سلك في ميكروفون أحمد عدوية لأنه الأقرب لقلبي وعقلي. وغير حكيم ملامح وجهه وظهر في شكل قريب من ملامح عدوية الحقيقية، وغنى حكيم أغنية يا بنت السلطان بطريقة جيدة أشاد بها الجميع. ومن يومين زار المطرب حكيم الفنان أحمد عدوية في منزله وأدى وصلة غناء سويا على أغنية عدوية الشهيرة بينج. ونشر حكيم فيديو لوصلة الغناء قائلا: أستاذي اللي لسه بتعلم منه لحد النهاردة، اتشرفت بوجودي معاه واتطمنت عليه، وهيفضل عدوية قيمة وقامة كبيرة في الفن الشعبي، وانا كنت قاعد جنبه باخد الدرس. ربنا يديك الصحة ويطول لنا في عمرك يا احسن فنان في الدنيا. وكان اشاد عدوية مؤخرا في احد البرامج بصوت حكيم وقال: بحب حكيم ومحمد محي لما يغنوا الاغاني بتاعتي. عليك مشوار طويل، قليل منك قليل، يعني ليك مشوار طويل، وانا جيلي سيما كامله، وانا ليه التمثيل بعيد، قليل منك قليل، والله انت اللي قليل منك، مفيش حد زيك، مفيش حد زيك، قليل منك قليل يا ابو احمد، وعليك مشوار طويل، يعني جيلي سيما كامله، وانا ليه التمثيل بعيد، وعجيب يا واد يا واد، الله يا واد يا واد يا واد عجيب يا واد 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 يا بين اتوه واشتاق واتوه. ده بص دي الكلمه دي حيرت العالم كله. اتوه واشتاق اتوه اتوه واشتاق اتوه اتوه واشتاق اتوه تاني يعني اتوه واشتاق اتوه في عيونك الالوه مدام بيراعوا قلبي الداخل فوقوه انا اتوه واشتاق اتوه فعلونا كلانو مدام بيراعوا قلبي والداخل فوقوه. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يصلك كل جديد.